السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كنرحبوا بكم دائما في القناة ديالكم وكنتمنوا إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة. ومرحبا بكم، كنرحبوا بكم، هذه قناتكم دائما، من فضلكم ديروا لايك وشجعوا القناة ديالكم باش دائما تحصلوا وتشجعوا في القناة باش تحصلوا على جديد الفيديوهات ديالنا كل مرة إن شاء الله، خصوصا أننا خلال هذا الشهر القادم إن شاء الله غادي نعطيكم عدة أشياء بمناسبة رمضان إن شاء الله. وحنا راه مازربانين رمضان، راه باقي تبارك الله باقي له يعني 3 شهور مع شهرين، هذا الشهر اللي داخل دروك والشهر ديال شعبان، يعني الإنسان ما يجريش لأن الوقت كاينة كافية باش الإنسان يحصل على داك الشيء اللي بغاه وكيتمنى. ورمضان راه باقي يا اخواني يا اخواتي، راه بحال باقيه الشهور، غادي ياكل فيه الانسان ما يستطيع، ويعني ما نحتاجوش نديروا هذيك القوه اللي كنديروا في رمضان ونشري ونقصدو كيون، راه بحال جميع الشهور غادي تجيبوا حاجه فريشكا احسن من حاجه مستوكيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا رايي، هذا رايي الخاص، كل واحد عنده الراي ديالو ان شاء الله. غادي نشوفوا هذه الوصفه ديالنا اللي هي واحد الشكل ديال الكعك، كعك بطريقه مختلفه يعني، وديكور سامبل يعني، كان غير كنطوي كندورو، ومي الجو هو المهم عندي هنا، الجو والمذاق ديال هذا الكعك اللي غادي نوريكم، اللي هو بسيط جدا وكيجي رائع جدا، كيجي بسيط وكتكون فيه النكهه ديال القرفه وديال الحامض، هاد جوج النكهات اللي فيه، مي كيجي مختلف تماما عن الكعك السفيوي وعن الكعك يعني الكعكات المغربيه معروفين وجدي، يعني الحمد لله كعكات ممتازين بنكهه ديالهم الخاصه وطريقة ديالهم الخاصه، ولكن هذا بكل بساطه كعك مختلف عنهم في المذاق، لما مختلف عنهم ما غاديش نقول هو اروع منهم، مي مختلف عنهم في المذاق باذن الله وفي الديكوراسيون ان شاء الله. نشوفوا الوصفه ديالنا، عندنا هنا جوج واحد 350 غرام ديال الطحين، وجوج خمارات، عندنا واحد جوج البيضات، عندنا 125 غرام ديال السكر، 90 مليلتر ديال الزيت او 90 غرام ديال الزيت، بحال الغرام والمليلتر بحال، واحد نصف ملعقه كبيره ديال القرفه، واحد قشره ديال الحامضه كنقشروها بالبلاصه الرقيقه، هذا الشيء اللي كيطلب هذا الكعك ديالنا الرائع باذن الله. غادي ناخذ جوج بيضات ديالها نديرهم في الباسينه ونزيدوا عليهم سكر، ها هو بكل بساطه هذه الوصفه راه بسيطه وسهله. غادي نخدموا لا ماشين ديالنا باش نطربوا السكر والبيض، غادي نضيفو الحامض، كنضيفو القرفة، غادي نضيفو الزيت شيئا فشيئا، هي الكاميرا ديالنا غادي نحطوها فوق الفرن، كما كتشوفوا ان الوصفه بسيطه وسهله، يعني بكل سهوله غادي نضيفوا الفرن ديالنا، ها هو مع الكاميرا خطره واحده بحال هكا، وان شاء الله نخليه يتعجن يتخلط، صغير يتخلط مزيان، بدون إضافة أي شيء آخر. الوصفه كما عطيناها لكم يعني باش تجيكم بحال هكا العجينه ديالكم، ها انتم شفتوها كتجي عجينه رائعه
نحيدو هادشي اللي لصق لينا هنا. الكعك ديالنا غادي نسرحوه بحال هكا، نتوما شوفوا معايا مزيان، نحطو هذا هكا نديرو الكعك ديالنا مقاد باش نحصلو على فورما مقيدة ان شاء الله. هكذا نقطعو كل شيء، يعني على الشكل هكا، وهنا كنديرو ليه يعني كنديروه على حساب الفورما اللي بغينا، بغينا كعك كبير، بغينا صغير، بغينا اللي بغينا، الاختيار غادي يكون ديالنا ان شاء الله. نديروه شويه رقيق بحال هكا، ومن الاحسن الناس اللي ما كيعرفوش يديروا دائره مقاده كعك ديالنا على حساب الفورما اللي بغينا، كندوروها لشي كاس بحال هكا من الاحسن. انا هذا من الاحسن اللي يعرف يدير بلا ما يدور ويورك على هذه البلاصه. ها نتوما شوفوا هكا، ونهزو الكعك ديالنا ونحطوه في الطاوة باش يعطينا واحد الفورمة زوينة. إلا بغينا نغلضوه نغلضوه، بغينا نرقوه نرقوه بحال هكا. هانتوما شوفوا معايا الطريقة، دائما هاد البلاصة كنديروها شوية هكا، ونعطيه الفورمة باش يدور لينا على الكاس. باقي خاص شوية هكا، غير شوية هكا، ونحطوه ونوركو عليه شوية غير شوية، ونحطو الكعك ديالنا بهاد الطريقة إن شاء الله باش نحصلو على كعك مقاد. كنصوبو هاد الفتحة ونضغطو عليها بحال هكا، غير هاد البلاصة بالضبط، بهاد البلاصة بالضبط فاش كاينة السدادة. البلاصه ديال السداده بوحدها اللي غادي نضغطو عليها ونخليو يعني السميتو ديالنا خصو يجي مقاد. الفراد ديالنا شعلناه 170 درجه، 170 درجه بحافيه من التحت ومن الفوق، ونطفيو الفرفاره. دائما الفرفاره من فضلكم كنقول لكم طفيوها، لان ما نبغيش يبداو يتحرق لكم من الجناب من ديك الجهه. دائما نديرو الفرفارة ديالنا هكا، العافية الفوق والتحت، و 170 درجة بالنسبة للغاز، عافية مهيلة من الفوق ومن التحت. الكعك ديالنا خصو يتحمر بدون ما ندهنوه، بدون كان هنا كنأنسيسي بدون ما ندهنوه بالبيض. الكعك ديالنا هو طاب هنا باش نشوفو الطياب ديالو، لأن ما مضوريش، داكشي علاش ما خصوش يجي كحال ولا اللون ديالو غامق، كيجي كعك ممتاز. كان هذا هو الكعك ديالنا، هانتوما كتشوفوا كيجي رائع، كيجي هشيش وكيجي خفيف وكيجي مذاق لا يقاوم. جربوه ان شاء الله بهذه الطريقه البسيطه، والكعك ان شاء الله غادي يعجبكم 100% بما له من مذاق رائع، القرفه والحامض كيجي طوب ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، ومرحبا بكم، هذه قناتكم اخواني اخواتي. دائما تهلاو في القناة ديالكم باللايك، وتشجعوا في القناة يعني تابوناو في القناة باش يوصلكم جديدنا كل مرة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم.